الخدمات الرعوية في المراكز المسيحية كانت مدار نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث تركز الحوار خلال اتصال هاتفي مع ضيوف البرنامج الأب هشام شمالي من المركز اليسوعي في عمان، والأستاذ المحامي عمر الزرو رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية، والسيد منذر النعمات أمين عام جمعية دار الكتاب المقدس، والسيدة لينا مسيح من سيدات لجنة المحبة على الخدمات المقدمة من تلك المراكز الروحية منها والخيرية، ولا سيما في زمن جائحة كورونا، حيث تحولت تلك المراكز إلى مناطق خدماتية، وذلك في دعم الشرائح الأقل حظا وخاصة فئة عمال المياومة. فإلى هناك أساسا كخدمات، أساسا جيتوا كان في دورات بدلية عم بتم مع الأستاذ رائد خوري. عم بحكي عنها لأنه هي بدلية، ولكن بنفس الوقت في لها طابع روحي، لأنه دايما في إضاءة روحية بيكون بختام التعليم. وإلى جانب الدورات البدلية هالسنة جربت أطلق ستارت أب، يعني هيك أطلق كذا شغلة رح أحكي عنهم باقتضاب. مثلا تهيئة للأعياد المسيحية الأساسية منها عيد الميلاد وعيد الفصح، دخلت سلسلة لقاءات 5 أو 6 أسابيع قبل العيد، وهذه اللقاءات طعنا لقاءات روحية في إلها كمان جوانب لاهوتية، طعنا بتهيئة المؤمنين للأعياد الكبيرة، وتوجت هذه اللقاءات 5 أو 6 لقاءات قبل العيد، كان كل يوم 3 المساء. توجت برياضة روحية من 3 أيام عملناها خارج الدير، خارج المركز يعني. وهي الرياضة الروحية على الطريقة الإغناطية مثل ما كان يعمل أبونا هانس الله يرحمه، اللي هي 3 أيام برا صمت كامل مع تأمل بالكتاب المقدس مع مرافقة روحية، وهيدا اللي اليسوعيين هن موكلين من قبل الكنيسة إنه يقوموا فيه. نعم، والأعداد أبونا الأعداد كانت طبعا مشان الجائحة الأعداد قليلة بدها تكون. نعم، هيدا على الميلاد مثلا. نحن عملنا الرياضة الروحية، كان تقريبا في عنا 12 شخص، هاي رياضات روحية صامتة. عيد الميلاد عفوا أبونا على المقاطعة، عيد الميلاد يعني 2019. نعم، عم بحكي على كل السنة يعني. من أول ما جيت، أنا جيت بشهر 9 2019. هلأ في دورات التعليمية عم بيكون فيها أكثر من 30 شخص كل أسبوع. اللقاءات تهيئة للعيد كان في تقريبا بين 25 و 28 شخص كل أسبوع، يعني بهالحدود. هلأ طبعا مع جائحة كورونا اضطرينا أنه قسم من اللقاءات ينعمل عبر الكمبيوتر أو عبر الانترنت. نعم، والرياضة الروحية اللي هي 3 أيام توج اللقاءات هيدي اضطرينا نلغيها لأنه كان فيها تجمع خارج الدائرة، وهذا كان شيء ممنوع. YMCA جوردن هي من أقدم الجمعيات المسيحية أو ذات الصفة المسيحية المسجلة في الأردن. إحنا مسجلين تابعين لوزارة التنمية الاجتماعية. انبثقت من جمعية شبان المسيحية المسجلة في القدس بداية. طبعا جمعية شبان من أي سنة أنتم موجودين بالأردن؟ بالأردن مسجلين بال83. كانت جمعية شبان المسيحية القدس تمثل الضفة الشرقية والضفة الغربية بعد فك الارتباط، وطبعا دولة الاحتلال سجلوا جمعية شبان المسيحية بالقدس، وطبعا غير مقبولة بما احنا لازم نكون تابعين كلنا لمجلس الكنائس الأعلى بجنيف. جمعية شبان المسيحية، فطبعا في خلافات مع جمعية شبان المسيحية اللي سجلتها دولة الاحتلال، ولكن هن عم بحاولوا ياخذوا الطابع انهم جمعية خيرية ومسيحية، ولكن مش هذا الواقع، ولكن هذا مش موضوعنا. احنا سجلت بالأردن بال83، وكانت بالتعاون مع جمعية النهضة الأرثوذكسية، وكان مشكور وقتها الدكتور روف أبو جابر الله يرحمه، كان متبرع بقطعة أرض وانبنى عليها مركز مشترك كان اسمه المركز العربي للخدمات الاجتماعية، وهذا المركز كان يضم الجمعيتين، ولكن مع الوقت وتوسع نشاطات خلينا نقول جمعية الشبان المسيحية
في الأردن. صفة جمعية شبان المسيحية تملك كامل المركز، صفة قطعة الأرض تملكها جمعية شبان المسيحية، وطبعا بموجب اتفاقية وتفاهم مع جمعية النهضة، وانطلقت من يعني هذا الحكي تقريبا بآخر التسعينات أول الألفين. صفى الأرض وما عليها كله ملك لجمعية شبان المسيحية. جمعية شبان المسيحية بالأردن مثل ما ذكرت هي جمعية مسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية. كان التوجه السابق أنه نبني مقر يكون فيه فاسيليتيز لأعضاء الجمعية، أعضاء الهيئة العامة والأعضاء المنتسبين، عندنا بحدود 1500 شخص منتسب بنتفعوا من الخدمات الموجودة على أرض الواقع. يعني إحنا كمان إذا الكنائس عندها برامج إحنا بنقدر نتعاون معها بالبرامج. يمكن الدنيا خلينا نقول تغيرت كمان قبل الكورونا وبعد الكورونا، ومجلس الإدارة بالجمعية توجهه يعمل برامج، يعني بالآخر البرامج هي بتتعدل وبتتطور وتمشي مع احتياجات الوضع بالبلاد عنا، مع احتياجات الناس، مع احتياجات الشبيبة، مع الأطفال، فبيكون فلكسبل. فإحنا هلأ عم نبني خلنا نقول البيت الخارجي والستركتشر عشان نبدأ نعبي فيه الفراغات من الشباب والمتطوعين والمسؤولين والمهتمين، حتى كمان آلية الاستحصال على التبرعات، على الدعم، على الأفكار، كله بده يكون محطوط عشان ما نبدأ وبنص الطريق نلاقي حالنا والله أوكي طيب هلأ ما في دعم، هلأ ما في عنا آلية نقدر نشوف فيها المحتاجين. ما يعني بده يكون شوي ستراكشر متكامل. طبعا أكيد بالكورونا دكتورة بتعرف هذا درس كان طارئ وعلى الجميع بالعالم وبالأردن هون. وكدار كتاب مقدس صراحة على طول حاولنا نتفاعل ونتعامل مع الظرف اللي موجود، وكان تفاعلنا بعدة طرق. أول شيء تفاعلنا فيه إنه حولنا برامجنا لأونلاين، بحيث إنه صار في عنا تدريبات و سيمينارز أو ويبينارز أو حتى محاضرات من خلال الزوم كول أو حتى أي تكنولوجيا تانية على الفيسبوك والسوشيال ميديا تطبيقات. فعملنا دورة على سبيل المثال للخطاب والمتزوجين. وكان تعرف في بالذات حساسية الموقف للخطاب اللي كانوا مضطرين انه يأجلوا او حتى دخلوا شوي في ارتباك كيف بدهم يتعاملوا مع الطرف. بنفس الوقت عملنا برنامج للصدمات النفسية تروما هيلينج. فبرضو عملنا عدة برامج اونلاين حتى نساعد الناس في هذا الطرف وبهذا الوضع، وزائد حتى يعني ببرامجنا المعتادة، يعني كملنا برامج المعتادة لكن من خلال السوشيال ميديا والبرامج الأونلاين. ساعدنا من خلال طلبة المدارس والجامعات لأنه كثير ناس تأثرت عليهم الأقساط وتأثرت مداخيلهم، فبالتالي تراكم عليهم أقساط دراسية. فحاولنا كمان خلال الفترة الماضية نحاول أنه نساعد قدر الإمكان. هلا اللي بدي ألفت الانتباه لأنه إحنا كدار كتاب مقدس مش هيئة للإغاثة أو للمساعدات الإنسانية بالأصل. زي ما بتعرف دكتورة وأبونا دار الكتاب المقدس هي جزء من الاتحاد العالمي لجمعية الكتاب المقدس، واللي هي منتشرة تقريبا في 200 منطقة من خلال 157 مكتب، ثالث هيئة في العالم بعد هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر. ولكن تخصصنا بالدرجة الأولى هو ما يعنى بالكتاب المقدس من مطبوعاته للغات الحديثة وطباعته وتوزيعه. وبنفس الوقت إحنا يعني كاتحاد عالم جمعية الكتاب المقدس بنحاول نكون بأي دولة نتواجد فيها أنها بتتعامل مع ظروف الدولة واحتياجاتها، ففي برامج تضاف كبرامج تطوير تنمية، برامج إغاثة، ولكن هاي البرامج تعتبر برامج إضافية. فالمساعدات الإنسانية اللي بيقدمها دار الكتاب المقدس بالأردن هي برامج إضافية على دورها
الرئيسي. يعني مجموعة ستات يعني كلنا اجتمعنا على المحبة زي ما حكيتي. هدفنا بس إنه نخدم الرعية، نخدم الناس المحتاجين، نساعد مع الكنيسة بالخدمة يعني. فإحنا عملنا تحت مظلة مطرانية روم الأرثوذكس برعاية سيدنا خريستوفروس، صار لنا شي 18 سنة بهذا المجال. هدفنا يعني كل شوية بتغير هدفنا حسب الحاجة اللي عم تطلع لنا، من حسب الظروف الاجتماعية اللي عم بتمر فيها. كنا بالأول كتير مركزين على الأطفال، على الدراسة والعمليات والأشياء الطبية اللي ممكن يحتاجوها. بس هلأ عم تتغير الحاجات، عم بتصير أكتر في مشاكل صارت أصعب من هذا الحكي، فعم نحاول نقسم مجهودنا بين كل الحاجات الرعوية اللي بتحتاجها الكنيسة أو رعيتنا. ما ننسى إنه بقول لك أعطني لعشوركم وجربوني يقول الرب. الوصية الوحيدة اللي تطلب منا الله إنه نجربه فيها هي وقت اللي منعطي. فإحنا يعني تحدانا وقالنا جربوني، فياريت إنه الناس تحاول تجرب وتعطي وتشوف لذة العطاء قديه بينعكس عليهم بالفرح وبالسلام وبكل إشي بحياتهم، وساعتها ما بيعود بيننا ولا واحد محتاج. نعم، هي الغبطة في العطاء أكثر من الغبطة في الأخذ. يعني هو العطاء لازم، يعني من هون بنحكي إنه لازم فضيلة العطاء إن نزرعها بأطفالنا بأولادنا. يعني بالضبط، لأنه لما بتعمل هاي الأعمال إنه يكون الأطفال كمان اللي أولادنا يعني إنهم يشوفوا أكيد. فبتنزرع في طفولتهم. وحضرتك يعني أنت من عائلة زرعت فيك هالبذرة يعني، والوالد الله يرحمه معروف الله يعني. يخليك الله يخليك. بس هاي بدها تجربة. أقول لك في كتير ناس ما كانوا يحسوا إنه كأنه حدا يأخذ منا إشي. وقت اللي جربوا وشافوا إنه قوى السماوات والأرض انفتحت لهم حسوا بهذا الحكي. الغبطة غبطة يعني أعظم بالسعادة. إشي إشي أكثر من هيك بالزبط. فأنا بترجى كل واحد عن جد يجرب بلو بأشياء بسيطة، لو يقيم حجر من الشارع هذا عطاء كمان طبعا. فلس الأرملة بالنهاية كل واحد بإمكانياته. 100% حكى لهم يسوع أنتوا أعطيتوا أقل ما عندكم، أما هذه الأرملة فأعطت كل ما عندها، أعطت كل ما تملك. 100% متفقين. فهي الشغل مش بالمبلغ، لو حتى يعني شاف واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة ساعده أنه يوصل لبيته بيكون عمل عظيم. عمل عظيم يعني.